دكتور إكرام، يعني قلنا إنه توقع شكل البرلمان، الحقيقة ده مسألة يعني سبق الأوانها أو من المبكر الحديث عنها الآن نظرا لأمور عديدة كما تفضل دكتور صلاح. لكن أنا هنا هتكلم على نقطتين تانيين، رئيس البرلمان والمعينين من قبل السيد رئيس الجمهورية. أعتقد من خلال قراءة حضرتك لبعض المؤشرات ممكن إن احنا نطرح بعض الأسماء. يعني حتى بالنسبة لتركيبة البرلمان القادم أو تشكيله، احنا ممكن نتكلم يعني البرلمان، أي برلمان في الدنيا عشان يؤدي عمله لابد أن تتواجد فيه أغلبية ومعارضة. طيب المؤشرات اللي عندنا حتى الآن من المرحلة الأولى، وعلى الأرجح أن دي اللي هتحصل في المرحلة الثانية، لن يستطيع أي حزب بمفرده أنه يحصل على أغلبية ولا حزب. طيب ازاي نصل الى الاغلبيه؟ الوصول الى الاغلبيه في هذه الحاله هيكون من خلال ما يسمى الائتلاف. الائتلاف يعني انضمام اكثر من حزب معا. الائتلاف ده احنا ممكن نتكلم فيه على مستويين، قد يكون الائتلاف بغرض الحصول على النصف زائد واحد، قد يكون الائتلاف بغرض الحصول على نسبه اكبر من النصف زائد واحد. ويمكن يعني لو احنا بننظر الى مصلحة وطنية، قد يكون من المرغوب فيه ان تتجه اكبر مجموعة ممكنة من الاحزاب الى الائتلاف معا، وخصوصا في هذه المرحلة. احنا دلوقتي بنعيش مرحلة صعبة، مصر بتواجه تحديات على جميع الجبهات، وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التنمية وعلى المستوى الامني والفساد، جميع المستويات. وبالتالي يعني عديد من القضايا الهامة من وجهة نظري قد لا يكون عليها خلاف بين حزب واخر. احنا لما نتكلم عن الامن القومي المصري، لما نتكلم عن التنميه، لما نتكلم عن مشاكل التعليم والصحه، لما نتكلم عن مشاكل الشباب ونتكلم عن المرافق، نتكلم عن اصلاح الجهاز الاداري. يعني انا في تقديري لا يوجد حزب يمكن ان يعترض على ذلك. اذا السؤال، لماذا لا تتجه اكبر مجموعه ممكنه من الاحزاب في البرلمان القادم الى الائتلاف معا؟ ولو المجموعه دي كبيره وجابت نسبه اكتر من النصف زائد واحد، دي اللي بنسميها يعني بلغه السياسه بيتقال عليها الائتلاف الكبير. الائتلاف الكبير ده في رايي هو اللي ممكن يكون في المصلحه، وخصوصا بعد الاحزاب يعني ما زال منها عنصر التوتر اللي كان مصاحب العمليه الانتخابيه. فالانتخابات قد يكون فيه توتر، قد يكون فيه منافسه، قد يكون فيه حزب عاوز ياخد مقعد ولا اتنين اكتر من الحزب الاخر. انما بانتهاء العمليه الانتخابيه وبقينا في البرلمان، يبقى يفترض ان الجميع بيبحث عن مصلحه وطنيه. تمام. السؤال اللي حضرتك تفضلتي بيه في الاول كان تصور لرئيس البرلمان والنواب المعينين من قبل السيد رئيس الجمهوريه. تمام. يعني رئيس أين البرلمان يتجه المزاج العام أو الرأي العام أو المؤشرات؟ هو رئيس البرلمان القادم، طبعا البرلمان لازم يكون له رئيس ويبقى له وكلاء، وده بيتم في الجلسة الإجرائية. رئيس البرلمان القادم، أنا في تقديري الشخصي يعني توقعي أنه على الأرجح هيكون من الأعضاء المعينين اللي بيعينهم السيد رئيس الجمهورية. وفقا للدستور أن السيد الرئيس بيعين 5%، يعني حوالي يمكن 28 ولا شيء من هذا القبيل. طيب يبقى يعني انا في تقديري ان من هؤلاء المعينين هياتي رئيس البرلمان القادم. ربما يعني طبعا بالتاكيد ان رئيس البرلمان له مواصفات خاصه. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن برلمان عدده كبير قوي، حوالي 600، وفي اتجاهات سياسيه مختلفه وفي احزاب مختلفه وفي مستقلين، وبالتالي لابد أن يكون من يتعامل مع هذه المجموعة من النواب كرئيس للبرلمان له مواصفات خاصة، مواصفات تتعلق بثقافته، مواصفات تتعلق بشخصيته، مواصفات تتعلق بكونه يستطيع التوفيق أو تحقيق التوافق بين اتجاهات مختلفة. ودي في رأيي قضية أساسية قوي مطلوبة من رئيس البرلمان القادم. هو في مواصفات شخصية، في مواصفات موضوعية، لازم يكون عنده القدرة على التوافق. يعني في هذا الإطار وفي هذه التعددية ممكن تحصل حاجات خلافية كتير، فيبقى عنده القدرة على التوافق، يبقى شخصية توافقية، يقدر يحقق يعني من خلال هذه الاختلافات. لكن